الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم ما بعد، هل يجوز دفع زكاة المال في بناء مسجد أو نشتري حاجة للمسجد؟ هل يجوز نشتريها من زكاة المال؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز، لأن بناء المساجد ليست مصرف من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في سورة التوبة. في 8 أصناف وصفهم ربنا عز وجل هم أهل الزكاة، مذكورين في سورة التوبة. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول 8 أصناف يستحقون الزكاة، غير ذلك لا يجوز. تقول يا عم الشيخ ما ينفعش أدي زكاة مالي في بناء مسجد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص القطار. أقول لك نعم، هتطلع في المسجد طلع من الصدقات وليست من الزكاة ذات نفسها. يجوز إنك تطلع من الصدقات في بناء مسجد، الباب واسع. أما زكاة المال ذات نفسها، الفريضة ذات نفسها، لا يجوز، لأن الله عز وجل لو أراد ذلك لذكره في قرآن. تقول يا عم الشيخ طب ما في الآية اللي أنت ذكرتها يقول الله عز وجل: وفي سبيل الله. ألا يدخل بناء المساجد في قوله تعالى في سبيل الله؟ أقول لك لا، أكثر أهل العلم على أن المقصود في سبيل الله المقصود بها الجهاد. الجهاد هنشتري سلاح، الدولة تشتري سلاح ينفع من أموال الزكاة. نعم، مثلا جهاد، سواء كان الجهاد بالعلم أو بالسلاح. بالعلم هنجهز طلبة علم للرد على الشبهات اللي تدور حول الإسلام، ينفع من الزكاة؟ أي ينفع. يبقى سواء كان الجهاد بالسلاح أو سواء كان الجهاد بالعلم ينفع. أما إنك تسيبها كده تقول لا ده، طب خلاص، يبقى الله عز وجل إذا أراد ربنا ذلك كان كل الـ8 أصناف دول يتلغوا، ويقول إنما الصدقات في سبيل الله. وفي سبيل الله بقى عايز تشتري منها سلاح ماشي للدولة في سبيل الله، عايز تبني مسجد في سبيل الله، في سبيل الله عايز تعمل أي حاجة في سبيل الله. لا، مقصود في سبيل الله الجهاد. أما إنك تدفع زكاة المال في بناء مسجد، لا. طب عايزين نبني مسجد، ابنيه من الصدقات. باب الصدقات واسع، باب الصدقات واسع. انت ممكن تهادي قريب لك غنيا من الصدقات، ينفع؟ ينفع. لكن ممكن تهادي قريب لك من الصدقات وهو ليس من اهل الزكاه، ليس فقير، لا، في الزكاه لا. باب الزكاه مقصور على هؤلاء الثمانيه، مذكور في سوره التوبه. اما باب الصدقات واسع، يبقى طلع في بناء مسجد طلع من الصدقات، الصدقات اللي هو فوق الزكاة. يعني مثلا عليه 1000 جنيه زكاة، 1000 جنيه زكاة ما ينفعش تطلعها غير لواحد من الثمانية دول. راحوا فعلا مطلع الـ1000 جنيه لواحد من الثمانية اللي احنا ذكرناهم في سورة التوبة، وراح مطلع 500 جنيه في بناء مسجد. يجوز؟ يجوز، لأن ال 500 جنيه دول صدقة مش زكاة. طب هو عليه 1000 جنيه زكاة، راح مطلع 500 جنيه لمجموعة من الفقراء، وراح مطلع 500 جنيه تاني في بناء مسجد، ينفع؟ أقول له لا، ما ينفعش. ال 1000 جنيه لازم تروح لواحد من الثمانية دول مذكورين في سورة التوبة، يا إما فقير، فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، في الرقاب، غارمين، في سبيل الله، ابن السبيل. انما تطلع من الصدقات، فباب الصدقات ده واسع، ممكن تهادي من الصدقات، ممكن تشتري شاة وتوزعها على الاغنياء او على قرايبك، مفيش مشكل، لكن ده كله من الصدقة. اما الزكاة لا يجوز لك ان تخرج الزكاة الا في هؤلاء الاصناف الايه الثمانية. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.